روجينا تكشف حقيقة إصابة أشرف زكي بفقدان الذاكرة. لحظات صعبة مرت بها هي وبناتها كادت تصاب في حادث السير. إليكم في هذه الحلقة التفاصيل الخاصة بإصابة أشرف زكي. كشفت روجينا في تصريحات تلفزيونية إصابة زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بفقدان الذاكرة، وروت القصة من بدايتها، فكانت قد أخبرته بأنها ستخرج لشراء القهوة مع بناتها، واختار أشرف أن يقضي هذه الفترة في حمام السباحة برفقة أصدقائه. فوجئت روجينا باتصال هاتفي من بوسي شلبي تخبرها بأن زوجها أصيب في رأسه وغير قادر على تذكر أي شيء. أسرعت روجينا وبناتها إلى مكان زوجها، وخلال هذه الفترة كنا سيتعرضن لأكثر من حادث سير. دخلت روجينا لزوجها فوجدته لا يتذكرها ولا يستطيع التعرف عليها، وقالت له: أنا روجينا. قال لي: روجينا مين؟ وعلمت أنه أصيب في رأسه من الخلف لأنه كان يريد الخروج من حمام السباحة بسرعة للرد على هاتفه، فأصيب بصدمة كبيرة بعد هذا الموقف وتم نقله إلى المستشفى. أجرى الأطباء الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على وضعه، وأظهرت الأشعة أن المخ لم يصب بأي شيء، وأن ما حدث هو نتيجة سقوطه على منطقة حساسة في المخ. أكد الأطباء أن وضعه الصحي جيد ولا توجد أي مشكلة، وأن ما يمر به الآن هو أمر طبيعي، وتم إعطاؤه بعض المحاليل والحقن خلال الفترة التي قضاها في المستشفى. وقال الأطباء لزوجته إنه خلال ساعات قليلة سيعود الوضع إلى طبيعته. وبالفعل أثناء وجودهما في المستشفى فوجئت به يطلب أن تبدأ في الاستعداد لحضور حفل ختام المهرجان، وعندما رفضت أخبرها بأنه سيحضر أيضاً الحفل وأن وضعه الصحي أصبح جيداً. كان أشرف زكي قد نفى إصابته بفقدان الذاكرة ودخوله أحد المستشفيات، وأكد أن وضعه الصحي جيد، وما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.